أهلا بكم مشاهدينا في السلطة الرابعة، وإليكم أبرز ما تناولته الصحف والمواقع المحلية والعربية والدولية. عربي 21 يتناول تهديدات زعيم ميليشيا الحوثي للسعودية بإغلاق مطار الرياض والبنوك. والشرق الأوسط تنقل عن مسؤول صيني قوله: نحن على تواصل مع الحوثيين والأطراف اليمنية الأخرى. أما الجزيرة نت فيتساءل: لماذا ركز أبو عبيدة في خطابه على رفح ومحور نتسارين؟ أهلا بكم من جديد. بداية المستجدات السياسية اليمنية من موقع مأرب بريس الذي نقل عن مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن قوله: إن مباحثات مسقط انتهت بالتوصل إلى تفاهم حول محمد قحطان الذي كان مثار خلاف على مدى سنوات. وبحسب الموقع فقد تحدث بيان مكتب المبعوث عما سماها انفراجة مهمة والاتفاق على عقد اجتماع لاحق لاستكمال الاتفاق حول أسماء المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم. ونقل البيان عن المبعوث الأممي هانس غرونبرغ قوله: إنه على الرغم من التقدم الإيجابي ما يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به وبوتيرة أسرع للتخفيف من معاناة هذه الأسر، داعيا الأطراف إلى مواصلة العمل مع مكتبه لاستكمال خطة تنفيذ التفاهم الذي توصلوا إليه بما في ذلك أسماء المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم والاتفاق على مزيد من عمليات الإفراج وفق الموقع. ويضيف الموقع أن هانس جدد دعوات الأمم المتحدة للأطراف بالامتناع عن الاحتجاز التعسفي للمدنيين واحترام حقوق اليمنيين بموجب القانون الدولي، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بهذا العمل المهم لإعادة لم شمل العائلات اليمنية مع ذويها المحتجزين على خلفية النزاع. عاد زعيم ميليشيا الحوثي الإرهابية عبد الملك الحوثي لمهاجمة السعودية والتهديد بضربها، حيث نقل موقع عربي 21 عن الحوثي بتهديده الحكومة السعودية باستهدافها وإغلاق مطار العاصمة الرياض. وبحسب الموقع فقد جاء تهديد الحوثي في كلمة له بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، قال فيه إن الولايات المتحدة فشلت في استغلال الدول العربية والمجاورة في القصف على اليمن. الحوثي بحسب ما نقله الموقع قال إنه ما يزال الأمريكي مستمرا في محاولاته توريط السعودية بعد فشله عسكريا، متابعا بأن الأمريكي أرسل إلينا رسائل بأنه سيدفع السعودية إلى خطوات وصفها بالعدوانية، وحصلت زيارات أمريكية للسعودية من أجل ذلك وفق تعبيره. ويضيف زعيم الميليشيا أنهم وجهوا النصائح والتحذير عبر كل الوساطات أو الوسطاء لتتراجع السعودية عن هذه الخطوة بنقل البنوك ثم تعطيل مطار صنعاء وإيقاف الرحلات برغم محدوديتها وهامشها الضيق، مضيفا أن الحوثي قال إنه سيقابل كل شيء بمثله، البنوك بالبنوك ومطار الرياض بمطار صنعاء والموانئ بالميناء. قال السفير الصيني لدى اليمن شاو تشينغ إن بلاده تقوم بالتنسيق مع المبعوث الأممي لليمن هانس غرونبرغ ومجلس الأمن والجهات المعنية الأخرى لدفع خريطة السلام في اليمن قدما. جاء حديث السفير في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية قال فيها أيضا إن لدى الصين تواصلا مع جماعة الحوثي وبقية الأطراف اليمنية. وبحسب الصحيفة فقد أكد السفير الصيني أن علاقة الصين مع الحوثيين والأطراف الأخرى بهدف معرفة النية الحقيقية لها وبذل جهود مشتركة لتحقيق السلام في اليمن على حد وصفه، مؤكدا أن بلاده تستعد للتنسيق مع الدول الإقليمية لتحقيق السلام في هذه المنطقة بشكل سريع. وحول وقف الحرب في اليمن قال السفير الصيني في حديثه للصحيفة:
بالنسبة للقضية اليمنية، نقوم بالتواصل مع الدول الإقليمية دائما وندعم الجهود الإيجابية لتحقيق السلام في اليمن من السعودية والدول الإقليمية، ونتطلع إلى تحقيق السلام في الأيام القريبة بما يفيد المنطقة والعالم، ودعمنا للحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي ثابت. اشتعلت مناطق الاحتلال الإسرائيلي غضبا في وجه حكومة نتنياهو، حيث تحدثت وكالة الأناضول التركية عن تظاهر المئات من الإسرائيليين أمس الأحد أمام منازل 18 مسؤولا للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى فورية مع حركة حماس. وذكرت الوكالة أن المئات احتشدوا قبالة منازل 18 عضوا في الائتلاف الحكومي، بينهم وزير الدفاع يواف غالانت ووزير الخارجية إسرائيل كاتس. الوكالة وأفادت بأن متظاهرين قاموا بسد سكة القطار الخفيف في القدس ورفعوا شعارات مطالبين بإبرام صفقة تبادل على الفور لإعادة المخطوفين من قطاع غزة. كما نظمت مظاهرات في تل أبيب وهرتسليا في الوسط ومدن أخرى. ونقلت الوكالة عن وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، وهي من حزب الصهيونية الدينية، قولها إنه ليس من الواضح أن تصمد الحكومة وتكمل ولايتها، ونسعى لإنجاز أكبر قدر ممكن من المهام. فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الشرطة اعتقلت 7 متظاهرين مناهضين للحكومة في مناطق متفرقة من إسرائيل. يشرح الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد الركن حاتم الفلاحي في مقابلة مع قناة الجزيرة أسباب تركيز أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام في خطابه على معركة رفح جنوبية قطاع غزة ومحور نتسريم وسط القطاع. يقول العقيد الفلاحي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ظل يروج لنجاحات كبيرة، منها أنه سيجعل من رفح المعركة الفاصلة في حربه على قطاع غزة، غير أنه لم يحقق أي منها. يضيف الفلاحي وفق موقع القناة أن المقاومة عادت إلى جميع المناطق التي توغل فيها الجيش الإسرائيلي سابقا، وها هو الجيش يقر اليوم بفشله في تحقيق أي إنجاز، الأمر الذي يتقاطع مع رغبة القيادة السياسية في إسرائيل باستمرار الحرب. وقال إن أبو عبيدة أشار في خطابه إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لتحقيق انتصاره الشخصي وإرضاء سعاليك حكومته. وشدد الخبير العسكري والاستراتيجي وفق حديثه على أن الشروط التي يضعها نتنياهو للمفاوضات غير المباشرة مع المقاومة الفلسطينية، بما في ذلك بقاء جيش الاحتلال في محور نتسريم، هي شروط تعجيزية، حيث يتحدث عن بقاء 5 ألوية خلال المرحلة الثالثة من العمليات العسكرية في غزة، وهو ما يعني أن نتنياهو لا يريد صفقة لتبادل الأسرى. في ختام السلطة الرابعة أشكركم على طيب المتابعة وأترككم مع هذا الكاريكاتير. إلى اللقاء.